أنا متزوج وعندي أربع أولاد، ونحن هون في المخيم وضع كثير كثير صعب، خاصة هلا الدنيا شتاء، ميات بقلب الخيمة وهواء ووحل، طريق اللي على المخيم كثير كثير صعب، وأنا يعني حالي المادي صعب كثير، ما في لا شغل. رحنا كنا في أمس الحاجة للألبسة الشتوية، وأنا والله يعني أتصور إنه الشاكيتات وهني الأولاد كثير كثير محتاجين لهيك، يعني ماني قادر أشتري شاكيت وحدة. الحمد لله إجت في وقتها منظمة إحسان، ورحنا جبنا أعطونا القسايم، ورحنا جبنا ألبسة كثير كثير ممتازة. والحمد لله رب العالمين، كنا بأمس الحاجة إلى شفناها يعني من حق الله، وانبسطوا الأولاد كثير كثير بهالألبسة. سبحان الله يعني البنت الصغيرة على كثر ما مبسوطة، حطت اللبس اللي جابته تحت المخدة، ومن فرحها مبسوطة قيمة اللبس تبعها عن مصروفها. الحمد لله رب العالمين، ونحن إن شاء الله عنا هيك تفاؤل بإذن الله، بفضل الله وبفضل هالمنظمة إن شاء الله في تفاؤل. إن شاء الله نتأمل فيهم خير الشباب، الله يبارك فيهم ويجزيهم خير يا رب.